Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we'll start from ayat number 122. Start it. Is Hamad so? فَسَأَلَ مِنْكُمْ أَنْ تَخْشَوَ اللَّهُ وَلِيَّهُمْ يُمَّ وعلى الله وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولنعد نسراكم الله ببد ريو أنتم أزيل لسن فتقول فتقول لها لعلكم تشكرون Surah is taqulu lil mu'minina alayyak fiyakum ayyuhu مِنَّاكُمْ رَبُّكُمْ مِثَلَ آلافٍ 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 من الملائكة منزلين تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم as I am indeed كُنْ رَبُّكُمْ بِنَا بِخَمْ سَزِي
لفم من الملائكة مسومين مسوي من وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز عزيز عزيز حكيم 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 ليقطع صراط في على فم سترافم من الذين كفروا أو يكمي سهم ففين غليبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يسوع ما عليهم أو يعزي بهم فإنهم صليمون 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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض because of Jim will stop here. وما في الأرض عد يغفر لما
لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. غفور رحيم. يا أيها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ريبا عفام مونا عفاتي سو واتسا الله لعلكم تفليهم واتفن التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. Next time inshallah we'll continue from item number 133, okay?